أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم حلق الرأس كله والمداومة على ذلك؟ وهل من داوم على ذلك يكون متشبها بالخوارج؟ هذا مباح، لا بأس به، حلق الرأس مباح لا بأس به، ولا يكون متشبها بالخوارج. الخوارج لهم مذهب، لهم مذهب معروف، تكفير المسلمين والخروج على ولي الأمر. ولا أما حلق الرأس فهو مباح، تترك المباح علشان الخوارج لا. نعم.